الجميل. اولا نبارك لك هذا المرسم الرائع، بارك الله فيك، اللي يعتبر من اجمل المراسم. شكرا. فكره ومساحه المرسم والاشياء اللي في تاسيسه اعتمدت عليها في بناء هذا المرسم الخاص. اولا قسمت المساحه الى اكثر من مكان، ورشه للطباعه، ورشه استخدمت فيها الجداريات علشان اقدر اوظف الجداريات بشكل جيد، والالات والادوات والخامات العدد احيانا تضيع في عندما يكون عندنا مرسم معين تضيع بين الاشياء، فحاولت اني انا افردها وارتبها زي ما هي موجوده في المكتبه، كيف في القرطاسيه والادوات المكتبيه يرتبونها بحيث انه كل الادوات نستطيع ان نراها. قلت في مرسمي لازم تكون بنفس هذه الطريقه، فهذا اللي قدرت انفذه وحترونه ان شاء الله في الفتره القادمه. هذا الجزء للاستراحه ومجموعه من اعمال الاصدقاء الفنانين، مجموعة من الأصدقاء الفنانين من الأستاذ عبد الله حماس، أبرز طبعاً أولهم البروفيسور عبد الحليم الرضوي رحمه الله، والأستاذ عبد الله حماس وعبد الله إدريس، وهذول الفنانين الموجودين من السعودية، كذلك فايزة بوهريس، عندي أيضاً صادق غالب، ومن خارج السعودية نوال مصلي، ومن خارج السعودية جورج بهجوري، موسى عمر، هشام العايش، كثير كثير يعني، لميس الحموي، المرحوم صلاح طاهر، صلاح جاهين، عادل حسينون، محمد الرباط، عجيب يوسف، كثير من الفنانين لهم أعمال، بعز سندي، كثير. أستاذ نهار، نبغى نعرف بداياتك مع الفن، كيف اتجهت للفن؟ التعليم هو المحطة الأولى لكل واحد له مجال في الفن. بدأت مع التعليم كبداية، وبعد كذا دخلت كلية المعلمين بجدة وتخصصت تربية فنية، وتخرجت في عام 1412، ومن ذلك الوقت وأنا ما زلت إلى الآن على رأس العمل والحمد لله. المشاركات الجماعية كثيرة، ولكن المعارض الشخصية هي تعتمد دائما على أطروحات أو على مواضيع الفنان يقدمها. فأنا قدمت 5 برامج أو 5 معارض شخصية خاصة لوحدي. المعرض السادس كان المفروض أنه في بداية 2020، ولكن عشان توقف الجائحة تأخرنا شوية، ولكن هو المعرض مكتمل جاهز وإن شاء الله تعالى يرى النور قريبا. بدأت مع الحرف العربي وحاولت البعد عنه إلى اللون وإلى المساحة وإلى أكثر من موضوع. بدأت في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة في أخذ أطروحة واحدة اللي هي القبلة، وبدأت بمكة، ثم الآن بدأت بالمدينة المنورة. بدأت بمكة من الكعبة والأعمدة والأقواس، المآذن، مجموعة الأذان، مجموعة مساحات الحرم، مجموعة السجاد في الحرم، كل مجموعة قدمت فيها عدد من الأعمال، ومن أجل أنه أبحث في هذا الموضوع أحتاج أنه أنا فترة طويلة حتى أجد يعني الهدف اللي أنا أسعى له. تستعد الآن لمعرضك الشخصي السادس، أين حيقام وماذا ستقدم في هذا المعرض؟ قدمت فيه 60 عمل، حيكون في جاليري في الرياض اسمه نايلة جاليري، والمعرض حيكون عن المدينة المنورة، وهذه احدى القطع الموجوده في المعرض او ما تبقى، ارسلت اغلب القطع. هي عباره عن الواجهه لباب الكعبه بارتفاع متر. المجموعه كلها عن الحرم النبوي، هذه علشان اربط، لان الموضوع المعرض الخامس كان عن مكه، والان دخلت في للمدينه المنوره، فاخذت هذا الباب وكأنه يعني نهاية
المعرض الخامس وبداية السادس، فكانت هذه القطعة هي حلقة الوصل بينهم، واستخدمت فيها الألوان الأكريليك بملمس بحيث أنها تكون أقرب للمتلقي، يرى الأطروحة بدون أن يركز على التفاصيل الكثيرة، وحددت جزئية معينة منها ووضحت بوضعي لورق الذهب عليه، حتى أحاول أنه أنا يكون بيني وبين المتلقي مساحة من التعبير المختلفة. عن ماذا تتحدث في هذا العمل؟ الزوايا في كل مكان لها قيمة. في الحرم فيه أركان وزوايا نجد فيها بعض العباد والزهاد، أخذتها بشكل لوني. من يجلس ويتعبد هو يبحث عن سمو روحه بينه وبين خالقه. أنا أخذتها الألوان موجودة في الداخل، وما زال العمل في بدايته ما اكتمل إلى الآن، وتركته مساحات فقط بحيث أنه يعني أعطي انطباع للمكان فقط. بمن تأثر الفنان نهار مرزوق؟ من الصعوبة أنه أنا أقول شخص واحد، أنا تعلمت من الكل واستفدت من الجميع. جيت إلى كلية المعلمين وأنا لم أحتك بفنانين سابقا، وكان هذا الكلام في 1409، وكانت لي مشاركات بسيطة على مستوى الثانوية والجامعة. وعندما ذهبت إلى بيت الفنانين التشكيليين كان هناك مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم طه صبان، عبد الله نواوي، وعبد الله حماس، وهذه الأسماء كانت من الأسماء التي موجودة في ذلك الوقت، وكانت أصحاب تجربة ورواد فيها. أخذت فيها مساحة للاستفادة وصعوبة أن تأتي بين هؤلاء الكبار وتستطيع أن تضع لك موضع قدم، وكانت هذه الفاصل. كان لك تجربة في رئاسة جمعية التشكيليين في جدة، هل نجحت في هذه التجربة وماذا أضافت لك؟ جمعية التشكيليين هي جمعية ناشئة، صدر القرار من وزارة الثقافة بإنشاء هذه الجمعية في جدة، وبدأت بناء على الانتخابات التي رشحني فيها مجموعة من المعلمين من الفنانين أقصد، أخذت هذه التجربة على محمل الجد، ولكن اصطدمت بالميزانيات وارتباطي بالجمعية الأم في الرياض وبعد المسافات في التواصل، قد يكون يعني هذه بعض الأسباب. ركزت على من تخدمهم هذه الجمعية. كان الجمعية طبعا دائما هي تخدم الفنان المبتدئ ولا تخدم الفنان المحترف. الفنان المحترف يعرف طريقه ويعرف أين يذهب ويعرف فين يروح للصالات والجاليريهات ويشارك وشق طريقه، أما الفنان الجديد فهو يحتاج للجمعية. ولذلك حرصت على هذه الجزئية، نفذت مجموعة من الدورات. أول دورة نفذتها كانت الأستاذ طه صبان مشكورا، قدم هذه التجربة وعمل هذه الورشة. ثم بعد ذلك بدأت في مجموعة من الورش والمشاركات، التسهيل الغطاء الإداري لكل المشاركات داخل المملكة وخارجها، كل فنانين الذين لهم مشاركات داخل المملكة وخارجها كلها تمت عن طريق جمعية جدة، كل المعارض تم إجازتها عن طريق جمعية جدة بناء على ارتباطهم بالعضويات وانتسابهم لجمعية جدة. وهذه كانت يعني هي أغلب الأنشطة التي نفذتها خلال 5 سنوات من إدارة الجمعية. بالنسبة للألوان والكانفس والخامات اللي تستخدمها، هل هناك خامات معينة أو ألوان معينة تفضلها؟ أكيد كل ما تكون جودة الألوان من شركة معترف فيها
تعطي نظارة للعمل وتعطي قوة وتعطي التميز، وكذلك التلاعب في التركيبة الكيميائية للخامات، وهذه أهميتها الفنان. عندما يكون عندي لون، هذا اللون فيه 5 جرام صبغة والبقية هي عبارة عن جل وغرة، ولذلك إذا استطعت أن أنا أزود كمية الصبغة، أنا أعطيت نظارة للون، أعطيت شكل مختلف، وأعطيت خامة مختلفة. وكذلك الخامات والأقمشة الموجودة حول العالم كثيرة جدا، وكل قماش يعطي أهمية ويعطي ملمس وإحساس مختلف للعمل. هل هناك أسماء معينة دعمت الفنان نهار مرزوق ولها فضل في مسيرته الفنية؟ لنهار لا، ما أعتقد في اسم معين خاص لي، ولكن للحركة التشكيلية في المملكة أنا أذكر رجل واحد، هذا الرجل بذل من ماله الكثير، قدم مساحة كبيرة، أغلب المعارض الماضية كانت هي عن طريق افتتاح له أو عن طريق اقتناء لهذا الرجل. أنا أتكلم في 10 أو 15 سنة الماضية، أخذ عمل لكل الفنانين جداريات في منزله، مجموعة الأعمال الموجودة عنده في منزله كمقتنيات، ودعم للحركة التشكيلية السعودية تفوق 1000 لوحة. عنده أعمال ضخمة جدا، ما بين الجداريات وما بين الرعيل الأول وما بين الجيل الجديد، وهذا الرجل هو طلال زاهد، وجزاه الله خير عما قدم للحركة التشكيلية السعودية. ما هي نصيحتك للفنانين، بالذات الفنانين الشباب اللي في بداية الطريق؟ النصيحة العمل. الفنانين الموجودين يعني يحزنني أن يكون بعض الفنانين يأتي بمشاركة أو مشاركتين ويقول أنا أبغى أبيع اللوحات، أنا أبغى أسوق الأعمال. لو حسبت يعني بالريال، وذكر قديما في الأمثال أنه لو حسب الزراع ما زرع، ولذلك الفنان يفترض أن يسعى ويبحث عن تجربته حتى تنضج، حتى يستطيع أن يقتنيها المقتني. المستثمر يستثمر ماله في شخص يثق أنه لن يتوقف. إذا استثمر أحد مبلغ معين واقتنى مجموعة أعمال لفنان، والفنان هذا بكرة وقف، فين الأعمال هذه كيف حتسوق؟ كيف حيستطيع أن يستفيد ويستثمر هذه الأعمال ويستطيع أن ينشرها ويوزعها؟ وهنا الصعوبة، مساحة الثقة. كذلك بعض الفنانين عنده يشتكي من أنه ما في أحد يبلغه بالمعارض علشان يشارك أو علشان يكون له مساحة، لذلك يجب أن يسعى يتعرف على الصالات الفنية، يسعى للرجال وسيدات الأعمال الموجودين، والموجودين بكثرة، المقتنين الموجودين في السعودية هم من أهم وأكبر الأسماء في المملكة في اقتناء الأعمال، في كمية الأعمال الموجودة عندهم واختيارهم لكل الأجيال في الاقتناء، لا يقتصرون على الرعيل الأول بل من الكل. وهنا هذه الكرة في ملعب الفنان الجديد، يجب أن يسعى أن يقدم أطروحة ناضجة حتى يستطيع المقتني أن يثق ويكسب ثقته ويجد مكانته بين الفنانين.